أيضا مشاهدينا لمتابعة توافر السلع ومراقبة الأسواق ينضم إلينا هاتفيا الآن سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. سيادة اللواء تحياتي لحضرتك وكل سنة وانت طيب. حضرتك والشعب المصري بخير، ويا رب تزاح هذه الغمة وتعود الأمور إلى نصابها الصحيح، مصر آمنة مستقرة في إطار جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الدائمة. يا رب إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني بالنسبة لي يعني الحديث مع حضرتك هيكون على جزئين، الجزء الأول الخاص ب يعني عيد الفطر المبارك والاستعدادات الخاصة في هذا الأسبوع من إجازة عيد الفطر، وهذا هو المحور الأول الذي أريد أن أعرف منك مزيد من الاستعدادات الخاصة بجهاز حماية المستهلك. عليك تعلمي جيدا ان جهاز حمايه المستهلك هو احد اجهزه الدوله المعنيه بضبط الاسواق، حمايه وصول حقوق المستهلك. الجهاز يعمل بالتنسيق التام مع كل الاجهزه المعنيه، مع الرقابه التموينيه والتجاريه بوزاره التموين، مع الاداره العامه ببحث التموين، مع الاداره المركزيه للتفتيش الصيدلي. كل الجهات المعاونه والمعنيه بالامر شريكه في خطه الدوله في منظومه ضبط الاسواق. في شهر رمضان كان هناك خطة استثنائية لمتابعة ضبط الأسواق، متابعة أي سلوكيات مخلة بحقوق المستهلكين واتخاذ الإجراءات الفورية على مستوى المحافظات. الجهاز له فروع في محافظات الجمهورية وبيتم اتخاذ الإجراءات الفورية. بالفعل الاستعداد لأجازة عيد الفطر المبارك تم إعداد غرفة عمليات مستمرة على مدار الأجازة، موجودة على مدار اليوم. فريق عمل من الشباب يتلقى شكاوي المواطنين أو أي بلاغات عن أي ممارسات سلبية ضارة بالسوق وضارة بالمستهلك. هناك منظومة استثنائية برضو من سيارات الضربات القضائية موجودة للتواجد في الأسواق والتحرك في أي وقت في حال وجود اي بلاغات بشان اي ممارسات سلبيه. طيب سياده اللواء، يعني ده الجزء الخاص باستعدادات عيد الفطر المبارك، بالنسبه بقى للاستعدادات العامه في هذه الظروف الاستثنائيه والتي تعيشها مصر في ظل تفشي وباء كورونا، يعني ماذا عن اخر الخطوات وايضا الاجراءات التي يعني تتخذها جهة حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك بشكل كبير في هذه الفترة الاستثنائية؟ أولا هي الإجراءات لابد أن تتفق أن كافة الإجراءات اللي بتتخذها الدولة، توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والقرارات الخاصة بهذه الإجراءات، هي بتستهدف مصلحة المواطن، تستهدف حماية صحة وسلامة المواطنين. فلابد أن نلتزم جميعا بتنفيذ هذه الإجراءات بدقة، حماية لأنفسنا وحماية لصحتنا وحماية لأهالينا. الجهاز بيتخذ اجراءات، الاجراءات الشخصيه خاصه بالمترددين على الجهاز او تخفيض عدد العماله، ارتداء الكمامه، استخدام المطهرات وخلافه. كل التعليمات الخاصه بوزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه بيتم تنفيذها كما يجب. هناك اجراءات اخرى رقابيه في هذا الشان لضبط اي ممارسات سلبيه خاصه باستغلال البعض تجار الأزمة اللي بيستغلوا هذا الأمر في تقديم كحول ومطهرات وكمامات مجهولة المصدر قد يكون فيها إضرار بصحة وسلامة المواطنين. ده هناك إجراءات، وإجراءات بيتم ضبطها واتخاذ إجراءات قانونية وإحالة الأمر إلى النيابة العامة. وبالفعل خلال الفترة الماضية حتى بالأمس كان هناك جهود وتم ضبط مخالفات في محافظات أسيوط وسوهاج وفي الفيوم وفي محافظة الإسكندرية. الإجراءات بتسير على قدم الوثاق، جهود بتتم في إطار استراتيجية الدولة. التعليم إن ده منهج الدولة هو الاهتمام بالمواطن، ومشكلة المواطن هي محور اهتمام كل الأجهزة. توجيهات السيد الرئيس الدائمة حماية وصول حقوق المستهلك، الاهتمام بكل مشكلات المواطنين. العنوان الاساسي هو التنسيق بين كل الاجهزه، لا يمكن ان يعمل جهاز مفرده. التنسيق يعني توجيهات الدكتور علي المصري، التنسيق مع الرقابه التموينيه والتجاريه بوزاره التموين واداره عامه بحث التموين وكل الاجهزه المعنيه، ده بيسير بشكل متميز وبياتي بنتائج ايجابيه.
طيب يعني يمكن احنا عارفين ان جهاز حماية المستهلك مخصص بعض الأرقام لشكاوى المواطنين وأي شكاوى تخص يعني حق المستهلك بشكل مباشر. محتاجة لو حضرتك بس تقول لنا الأرقام لو خط ساخن أو كذلك برضو الأرقام اللي على تطبيق الواتساب أو الكلام ده. تمام يا فندم، الرقم المختصر 19588 19588 وخدمة الواتساب المواطن الرقيب 0128-166-1880. مرة تانية يا فندم معلش. 0128-166-1880. المواطن يقدر يتواصل تليفونيا مع الرقم 19588 وعلى تطبيق الواتساب يبعت رسالة؟ رسالة بما يوثق من مستندات الشكوى الخاصة به وبياناته، واحنا بنتواصل معاه على الفور. لازم مستندات؟ المستندات المؤيدة للشكوى الخاصة به، يعني لو اشتكي بالحاجة ومعاه فاتورة، معاه ضمان، كل المستندات المؤيدة لشكواه عشان يسهل علينا المهمة. ومن هذا المنطلق برضه بنأكد على أهالينا ان هو يتمسك بحقه لما يشتري سلعه، ان هو يتمسك ياخد فاتورته اللي هي بتضمن حقه، ده القانون بيكفل له الكلام ده. بقى الزام ان التاجر يعطي المستهلك فاتوره واضحه وشامله موضح فيها نوع السلعه وكميتها وسعرها ومواصفاتها. ده حق المستهلك ان هو ياخدها وليست منحه من التاجر. حقه. ودي بتضمن للمستهلك حقه لما بيجي يشتكي ولا بيجي عاوز يرجع لها فيها عيب، بيساعدنا احنا كجهاز ان احنا نقدر نجيب له حقه طبقا للقانون. وتم الاستجابه بشكل كبير لبعض الشكاوى يعني سياده اللواء، لان برضو خلينا نتكلم بشكل صريح، بعض المواطنين بيكون عندهم بعض التشكيكات ان مش هيبقى فيه استجابه سريعة وفورية من جهاز حماية المستهلك ضد الشكوى الخاصة بيهم، فأنا محتاجة من حضرتك أن أنت تأكد وترصد لنا يعني بعض الأرقام أو بعض الحالات اللي تمت الاستجابة منها من جهاز حماية المستهلك. يا فندم احنا الجهاز يعني مؤمن تماما برسالته وهي رسالة وطنية ورسالة مجتمعية، ومجموعة من الشباب المتميز بيعمل فيها خلال الفترة خلال العام 99,000 شكوى. 99,000 شكوى تم حل 87,000 من اجمالي 99,000 شكوى، الباقي في اجراءات فحص اللي لم ينتهي، في اجراءات تحقيق وفحص يحتاج الى اجراءات من جهات فنيه سواء كليه هندسه عشان شكاوى السيارات او الرقابه مصلحه الرقابه الصناعيه او المواصفات والجوده أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشكاوى الخاصة بشكاوى الاتصالات. الإجراءات بتسير بشكل جيد، ده توجه الدولة الاهتمام بكل ما يهم المواطن. طيب آخر سؤال لحضرتك سيادة اللواء وعذرا للإطالة، بالنسبة لسيارات الضبطية يعني ماذا عنها خلال أيام عيد الفطر وأيضا بعد ذلك؟ إن شاء الله يا فندم موجودة منتشرة بشكل جيد بالتنسيق برضو مع الأجهزة المعاونة. هي فكرة السيارات الضبطية القضائية موجودة لمراقبة الأسواق، تبقى موجودة في السوق أو في المناطق التجارية، رسالة للمواطن بتقول له إن يعني مارس حقوقك الاستهلاكية وأنت آمن، أجهزة الدولة معاك، ورسالة للتاجر بتقول له خلي بالك القانون سيطبق على المخالفين، والقانون وجد والعقوبات وضعت، والعقوبات في قانون حماية المستهلك هي عقوبات رادعة موجودة ضد المخالف. التاجر الأمين، المجتمع يقدره والقانون يقدره. بتبدأ هذه الغرامات وأيضا العقوبات الرادعة من غرامات مالية وتصل إلى السجن؟ تصل إلى السجن و2 مليون جنيه غرامة فندم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك على كل هذه التفاصيل المهمة.